الزيارة خاطفة توقفنا بكازم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا باسم نادي الجمعية البحرية كنرحبوا السيد الأمين العام وبالوفد اللي حضر معاه الإخوان الإماراتيين بالأبطال اللي حضروا معاهم، وكنعتبروا هاد الزيارة نادي التراث الإمارات، وكنعتبروا هاد الزيارة هي انطلاق واحد الشراكة وانطلاق تعاون بين النادي ديالنا ونادي التراث الإماراتي من أجل تطوير لعبة الشراع، ومن أجل أنه تبادل الخبرات والتكوين المستمر باش كلا الناديين يستافدوا من التجربه ديال كل طرف. اذا باسم الاخوان وباسم جميع المنخرطين ديال النادي كنتمنوا لكم مقام ان شاء الله جيد في المغرب، في المملكه المغربيه، وكنعتبركم بانكم انتم ماشي ضيوف ديالنا، انتم ابناء هذا الوطن، لان العلاقات الطيبه والصداقه القويه اللي كتجمع ما بين المملكه المغربيه ودوله الامارات هي علاقات وطيده اللي دائما كترسم الزيارات الملكيه ديال صاحب الجلاله الى الامارات، وهذا كيعني انه هناك روابط قويه. مره اخرى كنرحب بكم وراكم في في بلدكم، واعتبروا مدينه الجديده هي دائما مكانه خاصه عندكم. حنا كاين موضوع اتفاقيه الشراكه اللي درسناها واللي درسنا مع بعضياتنا واللي الاخوان غادي يتطوروا اكثر، اللي غتكون هي التواصل والعمل اللي غيكون ما بيناتنا جميعا. شكرا جزيلا يا سيدي. سي زوير. يا زوير. زين.